فيلمنا بيبدأ مع عصابة بتسرق البيوت وبتتكون من 3 أشخاص، هم روكي اللي بتتمنى تجمع فلوس وتسيب المدينة اللي هي فيها للأبد، وماني حبيب روكي، وأليكس المسؤول عن فتح البيوت اللي أصحابها مسافرين، ودايما بيسرقوا مقتنيات ما بتعديش $10,000، ومفيش سرقة فلوس نهائيا، لأن في القانون الأمريكي لو تمت سرقة فلوس بتعتبر سرقة كبيرة ويتم التحقيق فيها بشكل رسمي، ولو الجنات قبض عليهم بيواجهوا عقوبة السجن لمدة 10 سنين، وبيكون أساس السرقة هو أليكس، لأنه بيسرق مفاتيح البيت من مكتب والده اللي شغال في شركة أمنية مسؤولة عن تأمين البيوت اللي هو بيسرقها، وبيكون عند والده مفاتيح احتياطية للبيوت وأرقام فصل جهاز الإنذار. ولكن ماني بيواجه مشكلة في بيع الحاجات اللي بيسرقها بسبب إن التاجر اللي بيبيع له بيشتري منه المسروقات بفلوس قليلة جدا بحجة إنها مسروقة، وبينصحه التاجر إنه لو عايز فلوس كتير يسرق بيت معين بيديله عنوانه. وبيروح ماني عشان يعرض البيت على أليكس وروكي، وبيقول لهم إن البيت مملوك لمحارب عسكري متقاعد عايش لوحده ومتأمن على البيت تبع الشركة بتاعت أبو أليكس، وبيقول لهم إن في أخبار حلوة، وهي إن من سنين في بنت غنيه كانت راكبه عربيه دست على بنت الراجل ده وموتتها، وقالت البنت الغنيه عوضته بمبلغ كبير، واكيد المبلغ ده محتفظ بيه جوه البيت وما صرفوش لانه ساكن في منطقه بسيطه ومستوى زي ما هو، معنى كده انه ما صرفش حاجه من التعويض. وبيوافقوا كلهم على السرقه بعد اقناع أليكس بيها، وبيراقب ماني البيت لمده 5 ايام، وبيقول لهم انها هتبقى سرقه سهله لان الحي كله فاضي ومفيش عربيات شرطه بتعدي من الشارع اصلا. واثناء كلامهم بيلاقوا في كلب هجم على العربيه اللي هم فيها، وبيظهر الراجل اللي هيسرقوا بيته وبيبان انه كفيف، وبيبلغوا ماني ان السرقه هتتم بالليل. وبيجي الليل، واول حاجه بيعملوها هي انهم يرموا للكلب لحمه فيها مخدر عشان ينام، وبعدها بيحاولوا يفتحوا البيت عن طريق المفتاح اللي جايبه أليكس من مكتب ابوه، لكنه ما بيفتحش، ده غير انهم لقوا 3 اقفال زياده على الباب، وبيحاولوا يدخلوا من الباب الخلفي وما بيعرفوش. ولكن روكي بتشوف ان في شباك صغير قدامها معلوش حديد، وبتقرر انها تدخل منه وتقفل جهاز الانذار وتفتح لهم الباب من جوه، وبتكسر شباك الحمام وبتدخل منه، وبيكون في قطعه ازاز من الشباك لزقت في جزمتها وبتفلت منها في ارضيه الطرقه، وبتفضل تدور على جهاز الانذار لحد ما بتلاقيه وبتفصله، وبتفتح لهم الباب الخلفي عشان تدخلهم البيت، وبيقلعوا الجزم عشان ما يعملوش صوت في البيت اثناء مشيهم، وبيبداوا يدوروا في البيت على الفلوس بتاعت الراجل الكفيف، وبيطلع ماني الدور الثاني عشان يجهز المخدر اللي هينيم الكفيف، وبعدها يدوروا براحتهم في البيت. وبيكون في فيديو لطفله صغيره شغال في اوضه النوم، وبيبان ان في مسدس تحت سرير الكفيف، وبمجرد ما ماني بيدخل عليه الاوضه بيقوم الكفيف من النوم وبيقفل التلفزيون، وبيحاول ماني انه ما يعملش اي صوت، وبيسيب الازازه اللي فيها المخدر على الارض، وبينزل لأليكس وروكي وبيقول لهم انه خدر الراجل خلاص ويقدروا يتحركوا براحتهم، وبيلاقوا ان في قفل كبير موجود على باب البدروم، وبيقول لهم ماني انها اكيد الفلوس ورا الباب ده، وبيحاول انه يكسر القفل لكنه بيفشل، فبيطلع من شنطته مسدس عشان يضرب بيه على القفل، ولكن أليكس بيعترض انه جاب معاه سلاح وانه كده ادى الحق للكفيف لو صح انه يضرب النار عليهم كدفاع عن النفس، فبيقرر انه هيسيبهم ويمشي ومش هيشاركهم في اللي بيعملوه، وبيلبس جزمته وبيطلع من البيت. وبمجرد ما ماني بيضرب النار على القفل بيلاقوا ان الكفيف واقف جنبهم وبيسال مين في بيته، وبيقرب منهم فبيدوس على الحديده اللي وقعت من القفل بعد ضرب النار، وبيفهم انهم حراميه، فبيبدا ماني انه يهدده بالمسدس وبيامره انه ما يتحركش ولا خطوه واحده والا هيقتله، ولكن الكفيف بيفضل يقرب منه بالراحه، فبيضطر ماني انه يضرب طلقه في السقف عشان يخوف الكفيف بيها، وبيسمع أليكس صوت الطلقه، وبيفضل الكفيف يقرب جدا من ماني لحد ما بيمسك مسدسه وبيكتفه في الحيطه، وبيعكس المسدس بدل ما يكون موجه عليه فبيخليه موجه في راس ماني، وبيساله الكفيف كام واحد موجود في البيت، وبيقول له ماني ان هو بس اللي موجود، في حين ان روكي بتبقى واقفه جنبه وما بتعملش صوت، لحد ما بيقرر الكفيف انه يضرب ماني بالرصاص في دماغه وبيقع في الارض ميت. وبتترعب روكي فبتدخل تستخبى في اوضه اللبس، ومع صوت الطلق التاني بيقرر أليكس انه يدخل البيت تاني عشان يعرف ايه اللي حصل، وبيلاقي الكفيف جاي في وشه وبيقدر يتجنبه في اخر لحظه، وبيدوس الكفيف على ازاز مكسور في الارض، وبيعرف انه ازاز شباك الحمام، فبيروح ناحيه الباب الخلفي وبيلاقيه مفتوح فبيقفله بالقفل، وبيكمل حركه في البيت وفي ايده مسدس ماني، وبيجيب لوح خشب كبير عشان يقفل بيه شباك الحمام اللي روكي دخلت منه، وبيكون أليكس مستخبي تحت الحوض وبيحاول انه ما يعملش اي صوت او يتنفس، وبيلاقي ان روكي بعتله على الموبايل انها مستخبيه جوه البيت في اوضه اللبس. وبعد ما بيخلص الكفيف قفل الشباك بيروح ناحيه اوضه اللبس اللي روكي مستخبيه فيها، وبتراقبه وهو بيكشف مكان الخزنه بتاعته، وبتشوف كلمه المرور اللي كتبها، وبيطمن ان الفلوس لسه في مكانها وبتستناه انه يخرج من الاوضه، وبيجي لها أليكس عشان يحاول يخرجوا من البيت، لكنها بتقوم وبتفتح الخزنه وبتاخد كل الفلوس اللي فيها، وبتقول لأليكس انها دلوقتي مستعده تخرج من البيت، وبيكون الحل الوحيد قدامهم هو باب البدروم، وبتتحرك روكي على الباب اللي ماني فتحه بالمسدس، وبتلاقي ان الكفيف خارج منه في وشها، وبتفضل واقفه من غير ما تتحرك، وجنبها أليكس اللي بيحاول انه يتحرك ببطء جدا لحد ما بيحصل صوت بسيط بيسمعه الكفيف، وبيتاكد ان في حد تاني موجود معاه لسه في البيت، وبيبدا انه يحرك المسدس في الصاله لحد ما موبايل ماني في الارض بيرن، فبيضرب الكفيف عليه رصاص وبيروح ناحيته بيقفله وبيكمل سحب في جثه ماني، وبيقدر أليكس وروكي انهم ينزلوا البدروم، وبيلاقوا رفوف كتير حواليهم وبيحاولوا انهم يوصلوا
بيوصلوا لباب البدروم اللي هيخرجهم من البيت، وبيفضلوا ماشيين على كشاف موبايل روكي، وفي نفس الوقت بيكون الكفيف في الورشة بتاعته وبيشم ريحة غريبة في بيته، وبيفضل ماشي ورا مصدر الريحة وبيوصل لجزمة ماني، لكنه بيلاقي ان في جزمة تانية جنبه وبيفهم ان في حد تاني في البيت، وبيجري ناحية الخزنة بتاعته وبيلاقيها فاضية وبيفضل قاعد يفكر هيعمل ايه. وبيكون روكي واليكس وصلوا لمكان فاضي في البدروم، وبيحاول اليكس انه يفتح النور، وفجأة بيبان قدامهم واحدة مربوطة بتستنجد بيهم، وبيكون مربوط فيها حبل متوصل بجرس في الدور الاولاني من البيت، وبتفضل البنت المربوطة تترجاهم انهم يساعدوها، وبتجيب لهم جورنال فيه خبر من جنبها وبتديه روكي، وبيكون الخبر عبارة عن تبرئة البنت الغنية من قتل بنت الكفيف. وبتفهم روكي ان البنت المربوطة هي سندي، البنت اللي دست على بنت الكفيف بعربيتها، وانه خطفها وحبسها في بدروم بيته من ساعتها. وبتفضل سندي تشاور على الخزنة اللي قدامها، وبيحس بصوت جري على السقف، وبيكون الكفيف بيجري على البدروم عشان عارف ان في حد عند سندي، وبيقدر اليكس انه يفتح الخزنة اللي قدامه، لان كلمة المرور بتاعتها بتبقى نفس كلمة المرور اللي روكي دخلتها في خزنة الفلوس، وبيلاقوا جواها مفاتيح، وبينجحوا انهم يحرروا سيدني عشان ياخدوها معاهم، وبيوصلوا للباب اللي هيخرجهم برا البيت، لكنهم بيلاقوه مقفول بقفل هو كمان، وبيجرب اليكس المفاتيح اللي معاه وبينجح انه يفتح الباب. وقبل ما بيخرجوا بيلاقوا الكفيف في وشهم وبيضرب بالمسدس عشوائي عليهم، وبتتصاب سندي في وشها وبتموت، وبيرجع اليكس وروكي تاني جوه البيت، وبينزل الكفيف عشان يكمل مطاردة ليهم، وبيخبط في جثة سندي وبيعرف انها هي، وبيفضل يصرخ لانها ماتت، وبيحملهم ذنب موتها، وبيقرر انه هيقضي عليهم. فبيقوم وبيقفل ورا باب البدروم بالقفل، وبيكسر المفك في مكان المفتاح، وبيقفل عليهم النور في البدروم، وبيبدا انه يطاردهم ويضرب عليهم نار، وبيقدر الكفيف انه يتحرك اسرع منهم لانه حافظ البيت، لحد ما بيمسك اليكس من رقبته وبيجي يضربه بالرصاص، بيلاقي ان الرصاص خلص من المسدس، فبيفضل اليكس يقاومه لحد ما بيوقع الرف عليه، وبيهرب هو وروكي ناحيه النور، وبيطلعوا تاني للدور الاول، لكنهم بيلاقوا ان الكلب فاق ووقف قدامهم، فبتاخد روكي المفاتيح وبترجع بهدوء ناحيه الباب الرئيسي، وبتحاول تفتحه بالمفاتيح اللي خدوها من خزنة البدروم، ولكن الكلب بيجري ناحيتهم، وبيضطروا يسيبوا المفاتيح في الباب ويهربوا على الدور التاني، وبيستخبوا في اي اوضه قدامهم، وبيكون كل شبابيكها مقفوله بخشب او حديد، وبيكون الكفيف طلع من البدروم وراح اوضته عشان يجيب المسدس بتاعه، وبيبدا يحاول يدخل الاوضه اللي هم فيها، وما بيكونش قدامهم الا فتحه التهويه عشان يهربوا منها، وبتدخل روكي فيها، وقبل ما اليكس يدخل وراه بيكون الكلب دخل الاوضه وهجم عليه، وبيخبطه جامد في الشباك المقفول بالخشب، وبيقع منه على سطح الدور الاولاني الازاز، وبيكمل الكلب مطارده لروكي من خلال فتحه التهويه لحد ما بيخليها تقع من مكان عالي على راسها وبيغمى عليها. وبعد ما بيفوق اليكس بيحاول انه يقوم من على الازاز قبل ما يتكسر، وبيدخل جوه البيت تاني، لكنه بيلاقي ان الكفيف باصص عليه وبيضرب رصاصه بتيجي في الازاز اللي هو نايم عليه، وبيقع جوه البيت من جديد. وبيقرر اليكس انه يدور على الانذار عشان يشغله ويجي البوليس ينقذهم، لكنه بيلاقي الكفيف قدامه وبيضرب ناحيته نار، فبيستخبى في الورشه بتاعته وبيلاقي جثه ماني واقعه جنبه في الارض، وبيحاول انه يكتم نفسه عشان الكفيف ما يسمعوش، لكنه ما بيقدرش، فبيسمع الكفيف تنفسه، وبيتحرك ناحيته، وبيقدر اليكس انه يخبط ايده عشان المسدس يقع منه، ولكن الكفيف بيمسكه وبيفضل يضرب فيه وبيرميه في الارض، وبيغرز مقص الزرع في جسمه. وبتكون روكي فائت وبدات تتحرك في ممر التهويه، لحد ما بتلاقي قدامها فتحه مقفوله بحديد هتوديها بره البيت، وبتحاول انها تخبطها برجليها، لكنها بتعمل صوت قوي، وبيكون سهل على الكفيف انه يحدد مكانها، وبيمسكها من رقبتها وبيدخلها تاني البيت قبل ما تخرج منه، وبياخد منها شنطه الفلوس وبيضربها لحد ما يغمى عليها، وبتفوق وهي مكان سندي ومربوطه زيها، وبتفهم انها خدت مكانها. وبيكون الراجل الكفيف قاعد قدامها وبيقول لها ان محدش هيفهم اللي كان بيعمله، وان سندي خدت منه بنته، وكان هيخليها تدي بنت تانية غير اللي قتلتها لانها كانت حامل منه، ولولا انهم دخلوا بيته كان زمانها هي وبنته اللي في بطنها عايشين، وكان وعدها انه هيطلق سراحها بمجرد ما تولد، ودلوقتي بما ان سندي ماتت يبقى المطلوب من روكي انها تديله طفل بدل اللي مات عن طريق الحقن. وفي نفس الوقت بيفوق اليكس، وبيكون المقص مطعون في جثه ماني اللي كانت واقعه جنبه، وقبل ما الراجل الكفيف يلمس روكي بيضربوا اليكس بالشاكوش اللي معاه، وبيحرر روكي وبيكتفوه هو في مكانه، وبيجروا على باب البيت، وقبل ما اليكس يخرج من البيت بيتقتل برصاصه في ظهره من الكفيف اللي قدر انه يحرر نفسه. وبتخرج روكي جري من البيت وبتبص على البيت من بعيد، وبتكلم الراجل الكفيف وبتقول له انه ملوش لازمه بره بيته ومش هيقدر يمسكها بعد ما خدت كل الفلوس، وبيفضل هو باصص لها، وبيطلع من ورا الكلب بتاعه يجري ناحيتها، وبتحاول روكي انها تهرب منه لحد ما بتوصل لعربيه ماني، لكن الكلب بيهجم عليها وبياخد الشنطه منها، وبتدخل تستخبى في العربيه، وبتلحق تقفل الشباك قبل ما الكلب يدخل منه، ولكن بتفضل الفلوس بره في الشارع قدامها، وبتفتح شنطه العربيه وبتخلي الكلب يدخل لها وبتحبسه في الشنطه، ولكن من قوه الكلب بيقدر انه يخرج من الكنبه الخلفيه لحد ما بتقدر انها تربطه في خطاف جنبها، وبتسيبه في العربيه وتنزل منها عشان تاخد الفلوس. وقبل ما بتاخد الفلوس بيكون الراجل الكفيف قدر يوصل لمكانهم بسبب صوت الكلب، وبيضربها لحد ما بيغمى عليها، وبيفضل جاررها من شعرها لحد ما يدخلها البيت من جديد، وبتلاقي جنبها اليكس ميت وفي ايده الريموت اللي ممكن يشغل الانذار، وبتضطر انها تشغل الانذار عشان الصوت العالي هيشتت الكفيف، وساعتها
تقدر تتحرك من غير ما يركز في تحركاتها. وفعلا الانذار بيتضرب والصوت العالي بيخليه مش عارف هي فين، وبتمسك حديده من الارض وبتبدا انها تضربه في كل حته في جسمه، وبترميه من باب البدروم وبتضرب رصاصه بالغلط من المسدس وبتيجي في كتفه، وبتكون فاكره مات، وبتطلع من البيت جري ومعاها الفلوس قبل ما البوليس يجي بسبب تشغيل الانذار. وبتظهر بعد كده روكي واختها الصغيره وهما في محطه القطر عشان يسافروا زي ما كانت بتتمنى، وبتسمع في الاخبار ان في بيت كان هيتعرض للسرقه، وصاحبه هو المحارب السابق اللي فقد نظره بسبب قنبله خلال عمليه عسكريه، وبالرغم من ان صاحب البيت كفيف الا انه قدر يحمي بيته ويقتل اللصين اللي هجموا على بيته، وتم نقله للمستشفى ومفيش اي حاجه اتسرقت من بيته حسب اقواله. وبيجي وقت القطر بتاع روكي واختها، وبتكون فاكره انها كده خلاص هربت من الراجل الكفيف. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.